ركز معي والله المعلومة مهمة، تنقذ حياة شخص بأصبع بأصبعك. لو جيت على واحد دخلت غرفة ووجدته مغمى عليه، ركز معي، وأنت تعلم أن هذا الشخص مصاب بالسكري خاصة في رمضان وحتى في غير رمضان، دخلت ولقيته مغمى عليه وهو مصاب بالسكري، أنت تعرف أن عنده سكر هذا الإنسان. مهم جدا هنا ركز أنك تحط في بالك أنه هذا الشخص انخفض عليه السكر، انخفض السكر لابد أن يعالج الآن. السكر إذا انخفض قاتل، قاتل في دقائق. حط في بالك أنه منخفض السكر، كيف أتعامل معه؟ ببساطة، خذ في رأس أصبعك، كمان يقول بأصبعك، خذ في رأس أصبعك عسل، أو حتى إذا ما لقيت موية وسكر خذ موية وعبها سكر لين تتقل كذا شوية تتلصق، ها، وادهن من هنا من الداخل وادهن اللثة، أوكي، وأعطيه 3-4 دقائق سوف تجد بإذن الله أنه فت عيونه وقام. مهم جدا والله، مهم جدا. أشربه يا دكتور؟ لا، ما تشربه ولا تأكله ولا تحط في فمه أي طعام ولا شراب، لأنك راح تدخل الشراب في فمه، طبعا هو مغمى عليه، لسان المزمار هنا إيش فاتح، يدخل السائل على الرئة تدخله في مشكلة ثانية ولا يستفيد منها شيء، الرئة ما تمتص الشراب ولا الطعام، ليست للطعام هي للهواء، تدخله في مصيبة ثانية. لا، خذ في أصبعك عسل أو حتى موية سكر وحركها، ادهن الخد من الداخل، ادهن اللثة، واعطك كم دقيقة راح يفوق بإذن الله، وبعد ذلك كلم الهلال الأحمر واستمر. يعني مهمة جدا والله المقطع هذا يا إخواني، والله تنقذ به بإذن الله مريض. لو ما سويت كذا وعنده انخفاض يموت، لأن الدماغ ما يتفاهم، لابد له من جلوكوز يشتغل. والله يا دكتور افرض أن اكتشفنا أنه يغمي عليه بسبب ارتفاع السكر، وانت أعطيت السكر عادي ما في مشكلة، أثر السكر في الارتفاع على الأمد الطويل، لكن إن كان انخفاض فسيقتله. أنت بإذن الله تنقذه بهذه الحركة البسيطة. انشر المقطع، كثير يحتاجونه، والله كثير يحتاجونه، لعل الله سبحانه وتعالى ينقذ بك روح، ويكتبك الله سبحانه وتعالى مع من يرحمهم برحمته ويكلأهم يا ربي بعنايته. أسأل الله يوفقنا وياكم، ويا ربنا نقول شيء مفيد. سلام.